الصحفي نبيل الصوفي يتحدث لشفيع العبد عن محطات وتحولات في حياته الصحفية والسياسية. أين يتموضع نبيل الصوفي اليوم؟ نبيل الصوفي مواطن اليوم في محافظة في تعز ضمن مشروع المقاومة الوطنية. لماذا فضل الانضمام للإصلاح دون سواه؟ وما هي مبرراته للخروج منه؟ التجمع المصلح كان بيتي الأول في للصقل هذه المواهب. بحكم قربه من صالح، متى كان اللقاء الأول لصالح مع عبد الملك الحوثي؟ أول مرة الحوثي جدا عبد الله صالح تحالف حينما تم تحرير الجن. هل كان صالح هو صاحب فكرة نزول الحوثي باتجاه عدن ولماذا؟ كان عبد الله صالح بول لا تدخلوش عدن، ما في داخل عدن، المجتمع الدولي لن يسمح لكم بأن تدخلوا عدن. انتفاضة الثاني من ديسمبر، هل كانت قرارا ذاتيا من صالح أم نتيجة لوعود وضمانات خارجية؟ لم يتلقى ضمانات وتعرض للخذلان. هل يمثل بروز طارق صالح إغلاق الطريق أمام طموحات أحمد علي عبد الله صالح في لعب دور سياسي مستقبلا؟ أعتقد الأمور مختلفة تماما، هي مش مشكلة عائلية، مش مشكلة عائلية، من سيحكم الإمام العائلة. لماذا تم اختيار المخا تحديدا؟ لماذا الإصرار على المخا؟ يعني المسألة ليست فصل المخا عن تعز، وإنما وصل الساحل بتعز وإب وغيره. الرواية الأولى يأتيكم في الأوقات التالية.